السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. صباح الخير والجمال عليكم. انا كان بقالي كام يوم تعبانه وواخده دور برد، بس الحمد لله بقيت كويسه. قمت النهارده بقى فايقه، قلت انزل لكم روتين تشجيعي كده. طبعا الواحده وهي تعبانه بتعمل شغل البيت على يعني على قد ما بتقدر من على الوش كده زي ما بيقولوا، حاجات بسيطه جدا. بس طبعا اول ما بتبقى كويسه بتنظف الشقه بقى تنظيف عميق عشان تعوض الفتره اللي كانت تعبانه فيها والبهدله اللي حصلت للشقه والكوارث يعني اللي حصلت في الشقه. انا هنا بعد ما نزلت الاولاد المدرسه بدات بالمطبخ وغسلت البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. لو واخدين بالكم انا بغسله بالصابون البلدي اللي كنا عملناه مع بعض قبل كده في القناه، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. عملناه بالزيت المستعمل، بجد تحفة يا بنات، بيخلي الاستانلس والألمونيوم يلمع زي ما انتوا شايفين ورغوته حلوة خالص. هو صابون قمر بصراحة، انا بعشقه، بستخدمه في حاجات كتيرة جدا. خلصت كده وغسلت طبعا الحوامل وعيون البوتاجاز، بس اختصرت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. خلصت كده وقلت اعمل فنجان قهوه في الروقان قبل ما اقوم اشوف اللي ورايا. طلعت من غير وش بصراحه، بس سبحان الله والله كان طعمها جميل جدا. بس كده واخدت القهوه بتاعتي وطلعت بره. كانت جايه لي المبخره دي هديه من السعوديه، بحبها جدا، جميله وما بتحتاجش فحم. بستغرب بصراحه الناس اللي بتحط لها فحم، هي اصلا بالكهرباء فبتسخن وبتسخن البخور، ما بتحتاجش فحم خالص. سبحان الله، كان بقالها كام شهر مش عاوزة تشتغل وركنتها، وجيت بقى في يوم قلت افكها واحاول اصلحها كده بنفسي يعني. وقبل ما ابدأ افكها معرفش سبحان الله والله حاجة كده قالت لي ان لو حطيتها في الكهرباء دلوقتي هلاقيها اشتغلت، وفعلا والله شغلتها لقيتها اشتغلت والزرار نور كده وبدأت تسخن. فضلت مستغربة ومصدومة ان انا يعني كنت ركناها الفترة دي كلها وما بشغلهاش، فاكرة ان هي بقى بايظة يعني. وعمالة اشتغل بقى بالمبخرة العادية اللي هي بالفحم دي، والبخور ده برضو جميل قوي، اسمه العربية للعود. كان جايلي برضك مع المبخرة، ريحته تحفة جدا، مش عارفة اسمه بالظاهر بس هو اسمه العربية للعود، جميل قوي. بتحطي حاجة بسيطة جدا منه بتخلي ريحة الشقة روعة روعة، بتوصل للجيران ما شاء الله. بس كده وروقت على نفسي بقى وقمت اشوف اللي ورايا. كان الاولاد طالبين مني اعمل لهم لانشون، انا ما بحبش اشتريه، بحب اعمله في البيت، سهل ومش بياخد وقت ولا غلبة خالص. بتحطي كل المكونات في الخلاط، وكمان بطريقة صحية ومن غير فويل بعمله، وطبعا مضمون، انت اللي عاملاه بنفسك وعارفه انت حاطه ايه. انا كنت عملته قبل كده برضك في القناه في فيديو لوحده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف وهسيب لكم المكونات بتاعته برضك باذن الله. سهل جدا، بصوا لونه. طبعا انت بتتحكمي في درجه اللون دي زي ما انت عاوزه. انا بعمله في الكوبايه الاستانلس دي، بدهنها كويس زيت بس كده، وبكون مجهزة مية سخنة بقى بتغلي على النار، المية بتوصل لنص الكوباية كده، وبوطي عليها خالص وغطيها، بتقعد تقريبا ساعة. انت لو سبتيه وقت ازيد هتلاقيه فور كده او هتلاقيه يعني نفش يعني، لانه معمول من بيض، فكل ما هتسيبيه هيعلى اكتر بطريقة يعني مش حلوة. هو عالي مني على فكرة برضك، انا كنت سبته شوية اتأخرت عليه، بص طلع من الكوباية ازاي. هو المفروض اول ما بيستوي بتختبريه بعصايه الشيش طاووق او السكينه مثلا يعني، ولما تلاقيها طالعه نظيفه يبقى استوى، تدفي عليه بقى وتسيبيه يبرد، وبعدين تبداي تقطعيه بالشكل ده. ولو عامله كميه بردك تحفظيه في علبه كده عشان ما ينشفش. ما شاء الله والله جميل قوي وسهل، السندوتشات المدرسه. بس كده وكان عندي بعد كده بقى ايه، كان عندي المشايات بتاعت الاوضه، هوريها لكم دلوقتي. كان عندي المشايات ديت بتاعت الاوضه، كانت متوسخه جامد جدا،
ما اتغسلتش، فكانت متوسخة جامد قوي، مش مجرد تراب وكده، لا دي كانت متبقعة يعني بقع، مش عارفة هي باينة لكم ولا لأ، وهي اصلا لونها فاتح يعني، فظاهر فيها بقى البقع. دي الحتة ديت باين فيها بيتهيألي، رغم ان الإضاءة كانت ضعيفة بس البقع باينة اهي بيتهيألي. بصراحة كان بقالها فترة طويلة ما اتغسلتش وهي لونها فاتح، وانا عندي اطفال فطبعا بتتبهدل بسرعة. المفروض يعني ما تتسابش الفترة دي كلها، تتغسل اول باول كده او تتنضف اول باول، حتى لو غسيل على الجاف كده. بس بصراحة هو اللي حصل بقى، يعني انا سبتها فترة طويلة، قلت بقى اغسلها، فعملت خلطة كده بسيطة جدا بس جبارة بصراحة، مش هتحتاجي تدعكي كتير، لا هي الخلطة لوحدها كفيلة ان هي تبوش بقى البقع اللي فيها ديت. قلت اعرفكم على الخلطة اللي بغسل بيها السجاد لما بيكون حالته صعبة كده ومتوسخ جامد جدا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وانا بصراحة مش هقدر برضك ان انا اقعد ادعك فيها كتير، لا انا عاوزة حاجة تجيب من الاخر والنتيجة تكون حلوة كده وتزهزه وتنور. بصوا انا بغرق السجادة الاول بالمية كده، وبعدين بجيب جردل مية واحط فيه برسيل عادي بتاع الغسالات العادية اللي انتوا شفتوه ده، وحطين كمان تقريبا معلقتين كبار من البطاس، البطاس اللي هو القشور دوت اللي انتوا شفتوه دلوقتي. ده بقى اللي بيجيب من الاخر، ومش بتحتاج السجادة ان انت تدعكيها كتير. بس طبعا الناس اللي بتخاف على سجادها او حاسه ان السجاد مش هيستحمل يعني البطاس، فبلاش تستخدمه طبعا. وانا عن نفسي على فكره مش بعمل الوصفه دي على طول، لا في حاجات تانية بتنضف برضو السجاد، بس كانت السجاده المره دي متوسخه بزياده يعني، وانا بصراحه ما كانش فيا صحه ان انا ادعك فيها، فغسلتها بالطريقه ديت، غرقتها بقى الاول بالميه، وبعد كده غرقتها برضك بالخلطه اللي انتوا شفتوها ديت، وبرمتها وركنتها كده ساعتين عقبال ما خلصت بقية الشقة ورجعت لها. بدأت بقى أدعكها كده بالفرشة، كانت البقع والوسخة اللي فيها باشت خالص وبتطلع بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، بس كده وشطفتها بتهيألي يعني واضح النظافة. بس هي الكاميرا والله والإضاءة اللي ظلماها يعني، انتوا هتشوفوا الفرق دلوقتي ما بين الأول وبعد الغسيل يعني لما تنشف. هي الإضاءة في الحمام كانت ضعيفة، وبعد كده كمان كان عندي بقى الكوتشي اللي انتوا شايفينه ده، يعني كان بقاله بتاع قرن كده عاوز يتغسل. بصوا حالته صعبة ازاي، حالته صعبة بصراحة، متوسخ جامد جدا، حالته بشعة بشعة. هتشوفوا دلوقتي بقى هغسله ازاي وهخليه يرجع جديد. طبعا انا كنت ممكن اغسله في الغسالة على طول، بس كانت حالته صعبة قوي، والغسالة ما كانتش هتديني النتيجة اللي انا عاوزاها. بصراحة الفترة ديت بردك الغسالة يعني مش عارفة كان فيها مشكلة، فمش بتنضف كويس. هتشوفوا دلوقتي انا هعمله ازاي، فكيته بقى كله بالشكل ده، جبت الجردل مليته بقى مية كده، وقلت بالفرشة بتاعت البلاط انزل بس التراب كده في الاول يعني. بوريلكوا بردك هو كان متوسخ ازاي، حالته صعبة قوي. دعكته كده بقى في فرشة البلاط، وده بقى بقية الجردل اللي احنا كنا عاملينه غسلنا بيه السجادة. الخلطة بتاعت البرسيل والبوتوس كان طبعا يعني اقل من كده، بس انا زودت عليه مية بس، حطيت الكوتشي بقى فيه كده وبرضه نقعته شوية عشان ينضف على طول ما يحتاجش دعك كتير. انا بصراحة بحب انقع الحاجة، بحس ان غسلها بيبقى اسهل. كنت جايبة اخري بصراحة من الكوتشي دوت، فغسلته في فرشة البلاط، وعلى حسب برضو الكوتشي بتاعك هيستحمل فرشة البلاط ولا لأ.
لو الكوتشي بتاعك او بتاع الاولاد حاسه ان هو مش هيستحمل معاكي، ممكن تغسليه بفرشه سنان قديمه او بليفه بتاعه المواعين، بس طبعا تكوني مخصصاه للحاجات دي بس. ودعكته دعكة محترمة كده. بص المية اتوسخت ازاي، برغم ان انا كنت شطفته بالمية الاول ونزلت التراب اللي كان فيه، وكانت المية برضو اتوسخت جامد جدا. هتشوفوا دلوقتي بقى الفرق بين قبل وبعد. هو بصراحة البوتاس تحفة في التنظيف، بس مشكلته ان هو بيطلع ابخرة صعبة وخطر، يعني تعمليه بعيد عن الاطفال طبعا خالص، وفي مكان فيه تهوية كويسة، وتلبسي كمامة او تحطي طرحة كده على مناخيرك وبقك، واول ما تحطيه كمان في المية سيبيه شوية يدوب كده. وانتي خليكي بعيد. بس غسلته كويس كده وشطفته بقى. بس كده، وده تاني يوم لما نشف. شايفين ما شاء الله رجع جديد. انا صورت الفيديو على يومين عشان اوريلكم لما نشف بقى شكله عامل ازاي. نضف ورجع جديد وبقى منور زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بقى كوتش جديد. الخلطة اللي عملناها بتاعت البطاس عملت فيه عمايل. عايزة اقول لكم ان والله على الطبيعة كمان كان احلى بكتير، يعني الكاميرا ظلموه بصراحة، والله على الطبيعة كان شكله جميل جدا. يعني فرحت بصراحة بالنتيجة. اوريلكم كمان السجاد لما نشف. وادي السجاد كمان لما نشف ما شاء الله. النتيجة يعني تحفة بصراحة، محتاجش دعك كتير. والخلطة برضك ما كانتش مكلفة خالص، كان على جردل المية الكبير اللي انتوا شفتوه ده تقريبا معلقتين كبار بطاس وبرسيل عادي بتاع الغسالات العادية، واستخدمناه كمان يعني للمشايتين الكبار اللي انتوا شفتوهم دول. والكوتشي كمان محتاجش دعك كتير، والاتنين الوانهم فاتحة ومتوسخين، كانوا متوسخين جامد جدا. كانوا محتاجين خلطة جبارة زي دي. ما شاء الله والله، بصوا النتيجة تحفة، يعني انا بصراحة فرحت قوي بالنتيجة دي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة جدا. ما تنسنيش بقى في اللايك الجميل والكومنت حلو كده يشجعني انزل روتينات تانية. ولو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتنوريني وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.